السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ اليوم راح نكمل مع الميتابوليزم أوف كربوهيدرات. كنا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن الجلايكوليسز، وفيما بعد تحدثنا عن الكريبس سايكل، وتحدثنا عن الفول أوكسيديشن أو اللي سميناه سيلولار ريسبيريشن، اللي هو تحطم الجلوكوز واحتراقه بشكل كامل لإعطاء الـ CO2 والـ H2O والـ ATP. اليوم راح نحكي عن الأنابوليزم. الأنابوليزم اللي هو البناء، وهو كيف يمكن تكوين الجلوكوز داخل الجسم. أول شيء في عندنا overview، ما هو الجلوكوجينيسيس؟ جلوكو من جلوكوز، نيو يعني كلمة لاتينية تعني نيو جديد بالإنجليزي، وجينيسيس اللي هي إنشاء. فمعنى كلمة جلوكو نيو جينيسيس هي إنتاج سكر جديد. تعريف هاي العملية هي is the process by which glucose is synthesized from non-carbohydrate precursors. يتم تكوين الجلوكوز من أصول غير سكرية. ما معنى ذلك؟ يعني تحطيم النشا أو تحطيم الستارش للحصول على الجلوكوز لا يعتبر جلوكو نيو جينيسيس، أو تحويل شيء زي الجلاكتوز إلى جلوكوز هو ليس جلوكو نيو جينيسيس. شرط الجلوكو نيو جينيسيس أن يكون مصدر بناء الجلوكوز من مصدر غير سكري، يعني شيء لا ينتمي لمجموعة الكربوهيدرات. وهذا يحدث بشكل رئيسي. عملية الجلوكو نيو جينيسيس occurs mainly in the liver under fasting conditions. لاحظوا under fasting conditions، واحد في حالة صيام له فترة ما حصل على الكربوهيدرات من الدايت. ليش أصلا تصير عملية الجلوكونيوجينيسيس داخل جسم الإنسان؟ السبب الرئيسي لهذه العملية أنه there is some tissues in our body require a continuous supply of glucose as a metabolic fuel. وقود الأساسي لهذه التشوز هو الجلوكوز، فهاي التشوز بحاجة ل continuous supply of glucose، ما بتقدر تلجأ لإشي بديل عن الجلوكوز. أهم عضو في جسمنا يحتاج الجلوكوز بشكل مستمر هو الدماغ the brain. Okay. This is number one. Number two, RBCs. الكدني مظلة, lens and cornea of the eye, testis and exercising muscle. لو ترجعوا بذاكرتكم كل هاي التشوز باستثناء البرين تعتمد اعتماد كلي على الانيروبيك glycolysis، إما بسبب الابسنس اوف اكسجين أو الابسنس اوف ميتوكوندريا. كريات الدم الحمراء والكدني مظلة اللينس والكورني of the eye والتستس والإكسرسايزنج مصل كلياتهم إما عندهم نقص في الأكسجين أو عندهم غياب للميتوكندريا، لذلك يعتمد اعتماد كلي للحصول على الطاقة على الإنيروبيك جلايكوليسيس. في هاي الحالة استخدام وقود غير الجلوكوز بيكون إشي صعب على الخلية، بيكون الجلوكوز والإنيروبيك جلايكوليسيس هو مصدر الطاقة الأساسي بالنسبة إلها. لذلك عند غياب الجلوكوز انه انا ما عم باكل، ما في جلوكوز من الدايت وما في جلوكوز من مخازن الجلايكوجين داخل جسمي، الجسم راح يلجأ للحصول على او عفوا يلجأ الجسم لتصنيع الجلوكوز. ليش؟ عشان هاي التشوز تستمر بالوظائف المناطة بها. جسمي يحتوي على مخازن للجلوكوز. الجلوكوز الزائد اللي بحصل عليه من الدايت إذا كان في عندي زيادة يخزن على شكل جلايكوجين، والجلايكوجين بشكل رئيسي يخزن في الليفر. جسمنا بيقدر بالليفر جلايكوجين بيقدر يغطي البادي نيدز فور جلوكوز only for 10 to 18 hours in absence of dietary intake of carbohydrate. يعني أنا بقدر أصوم عن الطعام من 10 إلى 18 ساعة وما أتناول أي شيء يحتوي على حتى الأكل بشكل عام أو الكربوهيدرات بشكل خاص لهذه الفترة الزمنية. طبعا إيش بيحدد إنه من 10 إلى 18 أصلا قديش الليفر جلايكوجين نسبته داخل جسمي. كل ما كانت مخازن الجلايكوجين ممتلئة أكثر، كل ما قدر الجسم
يصمد فترة أطول دون الحاجة للدايتري جلوكوز ودون الحاجة للجلوكونيوجينيسيس. يعني هسا إحنا في رمضان نتناول مثلا السحور على الساعة 4 الفجر، 4 4 ونص بيكون الواحد متسحر، وممكن الجسم يبقى بدون طعام فترة طويلة. تقريبا في أيام الصيف كنا نضل 7 ونص 8 بدون تناول أي وجبات. ليش احنا بنقدر نتحمل فترة الصيام هاي بدون مشاكل؟ لأنه أنا مخازن الجلايكوجين داخل الليفر بتغطي حجمي من الجلوكوز. بس في بداية تناولي وجبة الطعام بيكون مصدر الجلوكوز في جسمي هو الدايت بشكل رئيسي، الجلوكوز اللي حصلت عليه من الغذاء. بعد فترة الأكل خلاص بيكون انهضم وتوزعت المواد الغذائية حول الجسم. بعد الأكل تقريبا ب 3 4 ساعات بنبلش احنا ندخل مرحلة الفاستنج، مرحلة الصيام. فبلجأ الجسم بهاي الحاجة، بتبلش مستويات الجلوكوز في البلد بتبلش تنخفض، فالجسم بده جلوكوز. أول مصدر رح يلجأ له هو الجلايكوجين، ببلش يحطم الجلايكوجين في الليفر ويزيد مستويات الجلوكوز ويرفعها للنورمال. بستمر الليفر جلايكوجين بتغطية حاجة الجسم من الجلوكوز من 10 ل 18 ساعة. لما تبلش مخازن الجلايكوجين تنفذ ببلش نسبة الجلوكوز في البلد برضو في الانخفاض. بهاي الحالة الجسم يبحث ايش كيف انا ممكن احصل على الجلوكوز، فببلش بتصنيع الجلوكوز بعملية الجلوكونيوجينيسيس، وهاي عملية مستهلكة للطاقة. لذلك عملية الجلوكونيوجينيسيس لا تحدث الا في البرولونجد فاست، يكون الواحد صام فترة طويلة، صيام 3 و4 ساعات بغطي ليفر جلايكوجين. لكن الصيام فترة طويلة برولونجد فاست راح نلجأ لعملية الجلوكونيوجينيسيس. طب احنا حكينا انه الجلوكونيوجينيسيس تحدث من او عفوا هي تكون الجلوكوز from non carbohydrate precursors. ايش هم البريكيرسرز اللي بقدر احولهم لجلوكوز؟ ايش هم وحدات البناء اللي ممكن اصنع منهم الجلوكوز؟ اللاكتيت حكينا عنه في الانيروبيك جلايكولوسيس، البايروفيت حكيت عنه في الجلايكولوسيس سابقا، الجليسرول، الجليسرول رح نعرف عنه اكثر لما نتكلم عن الدهون، تراي اسيل جليسرول، تراي اسيل جليسرايد، الدهون الثلاثيه، في مركب اسمه الجليسرول رح نحكي عنه لما نتكلم عن الدهون الثلاثيه، الفا كيتو اسيدز وهي مصدرها الجلوكوجينيك امينو اسيد، الاحماض الامينيه من نوع الجلوكونيوجينيك، وهاي برضو الجلوكوجينيك. وهاي طبعا الجليسرول رح نحكي عنه بالفاتي اسيدز، والالفا كيتو اسيد رح نرجع نحكي عنها بالاحماض الامينيه او النيتروجين ميتابوليزم بعد ما نكمل الكربوهيدرات ميتابوليزم. فالاثنين الفاميليار احنا معهم واللي بنعرفهم اللي هم اللاكتيت والبايروفيت. قبل ما نبلش الشرح بدنا نعرف كمان شوية معلومات. الجلوكوز is synthesized by glucogenesis pathway. أنا عندي pathway خاص بتصنيع الجلوكوز اسمه glucogenesis pathway. 90% of glucogenesis occurs in the liver. Also the kidney provide 10% of glucogenesis. لكن لما يصير عندي فترات طويلة جدا من الصيام ممكن الكدني تقدر تعمل جلوكونيوجينيسيس بنسبة أعلى من هاي، بس هذا نحكي عن صيام لأيام كل لفترة طويلة. جلوكونيوجينيسيس that requires both mitochondrial and cytosolic enzymes. أوكي؟ إذا أول فرق بين تحطيم الجلوكوز وبناء الجلوكوز، تحطيم الجلوكوز بعملية الجلايكوليسيس كانت تحدث بشكل كامل في السيتوسول، لكن بناء الجلوكوز بعملية الجلوكونيوجينيسيس تحتاج الميتوكوندريا وتحتاج السيتوسول. حكينا انه احنا عندنا عدة بريكيرسرز ممكن اصنع منها الجلوكوز، حكينا لاكتيت وحكينا بايروفيت واحنا بنعرفهم، حكينا جليسرول وحكينا عن الجلوكوجينيك امينو اسيد. نعرف الجليسرول، هذا الاستركتشر تاع الجليسرول تفرجوا عليه، عبارة عن ذرات من الكربون مرتبط في كل واحدة فيها مجموعة من الـ OH مجموعة كحول. عن طريق الجليسرول كاينيز يتحول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت، وعن طريق جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز يتحول الجليسرول إلى داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت. ركزوا بهذا الاسم داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت، إذا متذكرين الجلايكوليسيس كان هذا المركب بنحصل عليه بعد تحطم
فريكتوز تو 6 بايس فوسفيت اللي هي بعد ستيب نمبر 3. فما نصير الانشطار نحصل على داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ومركب اخر. اوكي، اسماء الانزيمز مش مطلوبات منكم لانه الجليسرول في هاي السلايد اسماء الانزيمز الموجوده مش مطلوبه منكم، لانه الجليسرول راح نحكي مره اخرى عن الميتابوليزم بتاعه لما نحكي عن الفاتي اسيدز. هاي بالنسبة لللاكتيت. اللاكتيت طبعا حكينا عنه سابقا انه اللاكتيت بيترك المصل، يتكون عادة في الاكسرسايز المصل ويتكون في التشوز اللي بتعتمد على الانيروبيك جلايكوليزز. اللاكتوت اشي سوليوبل ان بلاد، بيتحرك بالبلاد بكل سهولة، فممكن يتحرك من التشو اللي تكون فيها ويذهب الى الليفر عن طريق البلاد. في الليفر يعود اللاكتيت يتحول إلى بايروفيت، والبايروفيت يتحول إلى جلوكوز. ولاحظوا أنه أنا في التحطم أنتجت 2 ATP، بينما في بناء البايروفيت وتحويله لجلوكوز حصلت على 6، عفوا استهلكت 6 ATP. اسم هاي السايكل كوري سايكل أو كوري سايكل. برضو من البريكيرسرز اللي ممكن استخدمها لتصنيع الجلوكوز اللي هم الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية زي ما راح نشوف فيما بعد في النيتروجين ميتابوليزم تقسم لنوعين، كيتوجينيك أمينو أسيد وجلوكوجينيك أمينو أسيد. جلوكوجينيك أمينو أسيد هم الأحماض الأمينية اللي ممكن أحصل منهم على سكر. أوكي، الجلوكوجينيك امينو اسيد ممكن يعطيني مركبات بسميها الفا كيتو اسيدز. مثال عليها الالفا كيتو جلوتاريت، اذا متذكرين هذا الاسم الفا كيتو جلوتاريت، هذا مر معنا في كريبس سايكل. الفا كيتو جلوتاريت ممكن يعطيني اوكزالو اسيتات اللي برضو هي كانت انترميديت ستيت، مرحله وسطيه برضو في كريبس سايكل. الاوكزالو اسيتات ممكن يعطيني بايروفيت فيما بعد. برضو برجع أكد هاي الأسماء، الألفا كيتو أسيدز راح نفهمها أكثر لما نحكي عن النيتروجين ميتابوليزم. خلنا نحكي عن الجلوكونيوجينيسيس. في الجلايكوليسيس أنا كنت أعمل تحطيم convert one glucose molecule to two molecules of pyruvate، كنت أحطم الجلوكوز لبايروفيت، وكنت مشان هاي الخطوات تصير أمر بـ 10 steps 10 خطوات. العشر خطوات منهم كلهم يحدثوا في الجلايكوليسيس. عشر خطوات هذول سبعة منهم كانوا reversible يعني يحدثوا باتجاهين حسب حاجة الخلية، وثلاثة منهم كانوا irreversible اللي هم step 1 وstep 3 وستيب 10. الثلاث خطوات هذولا كانوا كثير يونيك بالنسبة للجلايكوليسيس. اوكي، كانوا كي ستيبس بالنسبة للجلايكوليسيس. في عملية الجلوكونيوجينيسيس خليني أركز على تحول البايروفيت لجلوكوز. إذا في الجلايكوليسيس البايروفيت الجلوكوز يتحول إلى بايروفيت، في الجلوكونيوجينيسيس البايروفيت يتحول إلى جلوكوز. منطقي أن الجلوكوز مولكيول في 6 كربون، معناته أنا راح أحتاج ل 2 بايروفيت. ال 2 بايروفيت بمر بخطوات متعددة لأرجع بالأخير أحصل على الجلوكوز، فهن عمليتين عكس بعض. لكن لأنه أنا عندي 3 reactions في الجلايكوليسيس irreversible، معناته أنا بدي بديل عن هاي الثري رياكشنز. هذول الثري رياكشنز كان بي circumvented يعني ممكن اعبرهم بواسطة four alternate reactions بدل الثلاثة. انا هنا في عندي four reactions، عشان هيك عملية الجلوكونيوجينيسيس need 11 steps 11 خطوة، بينما الجلايكوليسيس 10 steps. الجلايكوليسيس تحدث في السيتوسول، بينما الجلوكونيوجينيسيس تحدث في الميتوكوندريا، تحدث في السيتوسول، واللاست ستيب منها تحدث في الاندوبلازميك ريتيكولوم زي ما راح نشوف. عشان الجلوكونيوجينيسيس تحدث
لازم يكون الباثوي تاع الجلوكونيوجينيسيس انرجيتيكالي فيفر، يعني حالة الخلية بحاجة للجلوكونيوجينيسيس. مش ممكن أصير جلايكوليسيس وجلوكونيوجينيسيس ان ذا سيم تايم، مستحيل. عملية الجلايكوليسيس الهدف منها إنتاج الطاقة، لذلك الخلية راح تكون بحاجة للطاقة، بينما الجلوكونيوجينيسيس الهدف منها إنتاج الجلوكوز. راح تسألوا طب إحنا عملية إنتاج الجلوكوز نيد إنرجي، مثل ما شفنا تكوين الجلوكوز فروم بايروفيت نيد 6 اي تي بي. طب من وين راح نجيب الطاقة؟ راح نجيب الطاقة من إحراق فيولز أخرى غير الكربوهيدرات زي الدهون، لأنه إحنا في حالة الفاستنج بيكون الجسم بلش يحرق في الدهون، فبتكون الطاقة اللي بحصل عليها لإنتاج الجلوكوز مصدرها إحراق الدهون. الهدف يا جماعة من الجلوكونيوجينيسيس ليس، يعني ما في وقت نقعد نفكر نحسبها قديش بتجيب طاقة، الهدف منها إنه أنا في عندي تشوز عشان تضلها شغالة وتضلها تقوم بوظائفها، وأهم عضو فيهم كلياتهم اللي هو البرين. انا بهمني اصنع الجلوكوز، حتى لو كنت راح ادفع راح احط اي تي بي وراح احط طاقه، ما بهمني. انا بهمني انه نسبه الجلوكوز في البلد تظلها نورمال، لانه انخفاض مستويات الجلوكوز ممكن تسبب دوار اللي هي اعراض الهايبوغلايسيميا، دوار وفيما بعد اغماء، وممكن يصيب الشخص كوما وفيما بعد وفاه. فعملية الجلوكونيوجينيسيس كثير مهمة للحفاظ على مستويات الجلوكوز ضمن النورمال رينج. هاي الرسمة بتلخص كل عملية الجلوكونيوجينيسيس. لو طلعتوا في الرسمة من الأعلى للأسفل زي ما أنتوا شايفين بالسهم اللي على الشمال، هذا بيمثل عملية الجلايكوليسيس اللي انشرحت في المحاضرات السابقة. ولو طلعتوا على اليمين رح نمشي من الأسفل إلى الأعلى، بتمثل لي عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي رح نشرحها اليوم. هاي الرسمة شو الحلو فيها؟ إنها ملخصة كل المصادر اللي ممكن أحصل منها على الجلوكوز. لو شفتوا المربع الأخضر الموجود في أسفل الصورة بيمثل اللاكتيت، المربع الأزرق بيمثل الأحماض الأمينية اللي هي الجلوكوجينيك أمينو أسيد اللي ممكن تعطيني بايروفيت وممكن تعطيني أوكسالو أسيتات حسب نوع الحمض الأميني. لاحظوا إنه اللاكتيت والأمينو أسيد بيبلشوا بالباثوي تقريبا من البداية، اللي هو تحول البايروفيت إلى جلوكوز، بينما الجليسرول اللي هو في المربع الأحمر زي ما أنتم شايفين الجليسرول يتحول إلى داي هيدروكسي أسيتون فوسفير وبيكمل الستبس. لذلك إنتاج السكر من الجليسرول بيحتاج طاقة أقل من إنتاج السكر من اللاكتيت أو من الجلوكوجينيك أمينو أسيد. احنا راح نبلش بالبايروفيت. تخيلوا انه انا عندي بايروفيت بدي اصنع منها جلوكوز. في البداية انا راح احتاج 2 بايروفيت مش واحد، فالستبس من عند البايروفيت لعند تكون الفركتوز 1,6 بس فوسفير راح تتكرر مرتين. اوكي، طبعا تحول اللاكتات الى بايروفيت عن طريق انزيم اللاكتات دي هيدروجينيز اللي حكينا عنه زمان، لانه هاي الستيب ريفرسبل، فنفس الانزيم لاكتات دي هيدروجينيز بيحول البايروفيت للاكتات وبيحول اللاكتات لبايروفيت، تمام؟ فما فيها لا استهلاك ولا انتاج للطاقه، خطوه ريفرسبل وتحدث في الجلايكوليسيس بكل بساطه. نبلش بالبايروفيت. إذا بتتذكروا آخر إشي البايروفيت كان يدخل للميتوكندريا. مجرد دخول البايروفيت للميتوكندريا بينحجز البايروفيت داخل الماتريكس of ميتوكندريا، وزي ما بنعرف الانر ممبرين of ميتوكندريا هو إيش ماله؟ ما بيسمح للمواد تطلع وتدخل منه، تدخل إله وتطلع منه بسهولة. لذلك خروج البايروفيت من الماتريكس اوف ميتوكوندريا اشي كثير صعب. اوكي، فالبايروفيت مثل ما هي مستحيل تقدر تطلع للجلايكوليسيس. والانزيمز نيد فور جلوكونيوجينيسيس فاوند ان سايتوسول. اوكي، عفوا البايروفيت ما تقدر تطلع السايتوسول بشكل مباشر عشان تكمل الجلوكونيوجينيسيس هناك، لأنه الإنزيمز نيد فور جلوكونيوجينيسيس موجودات في السيتوسول. البايروفيت راح تمر بخطوتين، الخطوتين هذول هن اللي راح
يحولنها لشكل بيقدر يترك الماتريكس في ميتوكوندريا ويروح على السيتوسول عشان يدخل الجلوكونيوجينيسيس باث واي. الخطوة الأولى تحول البايروفيت لأوكزالو أسيتات. الخطوة الثانية تحول الأوكزالو أسيتات لفوسفوينول بايروفيت. البايروفيت يتحول إلى أوكزالو أسيتات عن طريق إنزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز. بايروفيت كاربوكسيليز ويتم استهلاك ATP في هذه الخطوة. الخطوة الثانية الأوكسالو أسيتات يتحول إلى فوسفوينول بايروفيت عن طريق إنزيم اسمه فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. فبكون أنا حصلت على فوسفوينول بايروفيت. الفوسفوينول بايروفيت في الجلايكوليس في السيتوسول يتحول إلى 2 فوسفوجليسرات، 2 فوسفوجليسرات يتحول إلى 3 فوسفوجليسرات، 3 فوسفوجليسرات يتحول إلى 1-3 بس فوسفوجليسرات، 1-3 بس فوسفوجليسرات يتحول إلى جليسر ألديهايد 3 فوسفات. في عندنا بايروفيت أخرى راح تمر بنفس الستبس، واحدة من البايروفيت راح تكون جليسر ألديهايد 3 فوسفات والثانية راح تتحول إلى داي هيدروكسي أسيتون فوسفات. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات والجليسر الديهايد 3 فوسفات الثنتين راح يندمجوا ويعطوني فركتوز 1-6 بس فوسفات. فركتوز 1-6 بس فوسفات اوكي بده يتحول لفركتوز 6 فوسفات بعملية ايش؟ بعملية الدي فوسفوريليشن، بعملية ازالة الفوسفات. ركزوا انتم معي هنا اوكي. فاحنا أزلنا الفوسفات، دائما عملية الديفوسفوريليشن عن طريق إنزيم ينتهي بفوسفاتيز، فوسفاتيز، فاسم الإنزيم كان على اسم السبستريت اللي هو فركتوز 1-6 بس فوسفاتيز، فحصلنا على فركتوز 6 فوسفات. بعملية الأيزومرايزيشن، عملية أيزومرايزيشن يتحول لفركتوز 6 فوسفات لجلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات يتحول إلى جلوكوز بعملية برضو ديفوسفوريليشن، فاسم الإنزيم برضو ينتهي بالمقطع فوسفاتيز، جلوكوز 6 فوسفاتيز. والخطوة الأخيرة هاي تحدث في الإندوبلازميك ريتيكولم. إذا كل الخطوات هاي تحدث في السيتوسول أوكي، والخطوة الأولى تحدث في الماتريكس أوف ميتوكوندريا، والخطوة الأخيرة تحدث في الإندوبلازميك ريتيكولم. ركزوا معي، عند تحول البايروفيت لأوكسالو أسيتات استهلكت ATP أوكي، وعند تحول الأوكسالو أسيتات لفوسفوينول بايروفيت استهلكت GTP. GTP الـ ATP ثنتين استهلاك للطاقة، وعند تحول 3 فوسفوجليسرات لـ 1-3 بس فوسفوجليسرات برضه استهلكت ATP. فأنا عشان أحول المركب من بايروفيت لحد الجليسر الديهايد 3 فوسفات استهلكت 3 ATP، ولأنه أنا بحكي عن 2 بايروفيت مولكيول فراح أضرب الثلاثة ضرب 2 فراح يكون الناتج 6 أوكي. والخطوات الأخيرة ما فيها استهلاك للطاقة، عشان هيك تكوين الجلوكوز مولكيول فروم بايروفيت نيد 6 ATP أوكي. طب خلينا نبلش بالخطوات التفصيلية. كاربوكسيليشن اوف بايروفيت، اول خطوه كاربوكسيليشن يعني اضافه كربون اوكي. البايروفيت از فيرست كاربوكسيليتد باي بايروفيت كاربوكسيليز، اذا اسم العمليه كاربوكسيليشن واسم الانزيم بايروفيت كاربوكسيليز. البايروفيت في 3 كربون بينما الاوكسالو اسيتات او اي اي اختصار للاوكسالو اسيتات فيها 4 كربونز، فانا حولت مركب يحتوي على 3 كربون لمركب يحتوي على 4 كربون بعمليه اسمها الكربونه كاربوكسيليشن، ولانها عمليه كاربوكسيليشن كان اسم الانزيم بايروفيت كاربوكسيليز. هاي اول شغله. الشغله الثانيه اوكسالو اسيتات راح يتحول لفوسفوينول بايروفيت، اسم الإنزيم المسؤول عن تحول الأوكسالو أسيتات لفوسفوينول بايروفيت فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. البيوتين is a coenzyme of بايروفيت كاربوكسيليز وهو مشتق من فيتامين B6، وهذا الرياكشن كثير مهم يحتاج الستيريك ريجوليشن. طب كيف الالوستيريك ريجوليشن؟ بيحكي لك انه البايروفيت كاربوكسيليز اللي هو الانزيم المسؤول عن تحول البايروفيت لاوكسالو اسيتات يتم الريجوليشن تاعه عن طريق اسيتيل كو اي. لما نحكي الوستيريكالي اكتيفيتد يعني
الإنزيم يحدث له activation أو inhibition بمادة ليست لا substrate ولا البرودكت، فكان هون الأسيتيل كو اي هو المتحكم بهذا الإنزيم. إذا كانت نسبة الأسيتيل كو اي في الميتوكوندريا كثير عالية، فرح أزيد إنتاج الأوكسالو أسيتات، بالتالي يحدث تنشيط للبايروفيت كاربوكسيلاز. والعكس صحيح، لما تكون نسبة الأسيتيل كو اي منخفضة، البايروفيت كاربوكسيلاز رح يصير إن أكتف. أوكي، طيب رح تسألوا ليش الأوكسالو أسيتات يرتبط تصنيعه بالأسيتيل كو اي؟ أوكسالو أسيتات إذا متذكرين كان هو الـ intermediate stage من الـ Krebs cycle، كان له دور بالخطوة الأولى في Krebs cycle. أوكي، فالأوكسالو أسيتات الخلية مش دايما راح تصنع منه جلوكوز، الأوكسالو أسيتات ممكن كمان يدخل Krebs cycle. إيش اللي بيحدد هل الأوكسالو أسيتات راح يدخل Krebs cycle لإنتاج المزيد من الطاقة، أو الأوكسالو أسيتات راح يطلع من الماتريكس اوف ميتوكوندريا ويروح على السيتوسول لإكمال الجلوكونيوجينيسيس وإنتاج الجلوكوز؟ مين اللي بيحدد هل هو راح يتحول لجلوكوز أو هو راح يظل ويدخل كريبس سايكل؟ بيحدد حاجة الخلية. أوكي، إذا بتتذكروا أول خطوة في كريبس سايكل كانت كوندنسيشن، اندماج الأسيتيل كو اي مع الأوكسالو أسيتات. منطقيا لما يكون عندي أعداد كبيرة من الأسيتيل كو اي، منطقيا لازم يكون أعداد الأوكسالو أسيتات تتناسب مع أعداد الأسيتيل كو اي. فكل ما كان عندي أسيتيل كو اي أكثر، معناته لازم يكون عندي أعداد أكثر من الأوكسالو أسيتات. أوكي، عشان هيك نسبة الأسيتيل كو اي العالية تعني تنشيط للبايروفيت كاربوكسي كاينيز وإنتاج المزيد من الأوكسالو أسيتات. بس الأوكسالو أسيتات بيدخل كريبس سايكل أو بيروح على إنتاج الجلوكوز، هذا بيعتمد على حاجة الخلية. أوكي، لإكمال الجلوكونيوجينيسيس الأوكسالو أسيتات لازم يتحول لفوسفوينول بايروفيت. الفوسفوينول بايروفيت هذا الإنزيم المسؤول عن تحول الأوكسالو أسيتات لفوسفوينول بايروفيت موجود في السيتوسول، مش موجود في الماتريكس أوف ميتوكوندريا. عشان هيك لازم يصير عندي ترانسبورت أوف أوكسالو أسيتات from matrix of mitochondria to the cytosol. أوكي، الأوكسالو أسيتات ممنوع تخرج من الماتريكس أوف ميتوكوندريا براحتها. ليش؟ لأنه هاي الرسمة طبعا تحول البايروفيت لأوكسالو أسيتات، مثل ما أنتم شايفين المغنيسيوم الأسيتيل كو اي، البيوتين بايروفيت كاربوكسيلاز هو الإنزيم المسؤول، البيوتين هو كو إنزيم، المغنيسيوم كمان ضروري لهاي الخطوات. الأوكسالو أسيتات يتحول إلى فوسفوينول بايروفيت عن طريق إنزيم اسمه فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. ولاحظوا إنه أنا في الخطوة الأولى تحول البايروفيت لأوكسالو أسيتات استهلكت ATP، وفي تحول الأوكسالو أسيتات لفوسفوينول بايروفيت استهلكت GTP. الخطوة الأولى بايروفيت أوكسالو أسيتات تحدث في الماتريكس في ميتوكوندريا، متفقين عليها. الخطوة الثانية تحدث في السيتوسول. الأوكسالو أسيتات حاليا في الماتريكس في ميتوكوندريا. الأوكسالو أسيتات ممنوع يطلع عبر الإنر ممبرين ويخرج من الميتوكوندريا. ليش؟ لأن يعني الخلية ممكن تكون بحاجته لكريبس سايكل. فالأوكسالو أسيتات عشان يقدر يطلع من الماتريكس يحتال على الميتوكوندريا ويتحول الأوكسالو أسيتات إلى ماليت. الماليت ما في مشكلة، بيدخل وبيخرج من الميتوكوندريا، فبيترك الماليت الميتوكوندريا وبيروح على السيتوسول. في السيتوسول مرة ثانية الماليت يتحول إلى أوكسالو أسيتات، والأوكسالو أسيتات بيكمل جلوكونيوجينيسيس. هاي اسمها ماليت شانس. أوكي، هاي العملية لا بتستهلك طاقة ولا بتنتج طاقة، عشان هيك ممكن نختصرها ونقول الماليت الأوكسالو أسيتات كمل لا فوسفوينول بايروفيت في السيتوسول. بس الاشي اللي بدكم تتذكروه انه الاوكسالو اسيتات can't be leave mitochondria directly، should be converted or reduced to malate and go to cytosol. In the cytosol malate again convert to oxalo acetate and oxalo acetate enter the rest of the reactions. أوكي، أوكسالو أسيتات is decarboxylated. decarboxylated يعني نزعنا منه ذرة الكربون. أوكي،
and phosphorylated. Phosphorylated يعني ضفنا له مجموعة فوسفيت وتحول لمركب جديد اسمه فوسفوينول بايروفيت. عشان هيك اسم الإنزيم فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. كاينيز بتحكي كاينيز معناته في عملية فوسفوريليشن حدثت. فوسفوينول بايروفيت acted on by the reactions of glycolysis. The نفس الرياكشنز اوف glycolysis لكنها running in the reverse direction تحدث بالشكل المعاكس. مثل ما حكيت لكم كل الرياكشنز لحد تكون الفركتوز هي كلياتها reversible. اوكي وتذكروا ما في جلوكو الجلايكوليسيس وجلوكونيوجينيسيس ان ذا سيم تايم. اوكي فالفوسفوينول بايروفيت running in the reverse direction until it becomes fructose 1,6 bis phosphate. فأنا كونت الفركتوز. الفركتوز مكون من كم كربونة؟ 6. أوكي؟ فالفركتوز مكون من 6 كربونز. ال 6 كربونز هذول إجوا كل ثلاثة منهم إجوا من بايروفيت مختلفة. بايروفيت تحولت لجليسر ألديهايد 3 فوسفيت وبايروفيت تحولت لداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت والثنتين اندمجوا مع بعض واعطوني الفركتوز 1,6 بس فوسفيت. إذا بتتذكروا كان أنا عندي في الجلايكوليسيس تحول الفركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1,6 بس فوسفيت خطوة كثير مهمة وكانت هاي الخطوة إيش مالها كي ستيب. هسا أنا اللي بده يصير عندي العكس، اللي بده يصير إنه أنا بدل ما كنت أضيف هناك فوسفات جروب، هنا بدي أنزع الفوسفات جروب وأحول الفركتوز 1,6 بس فوسفات لفركتوز 6 فوسفات. عملية النزع اسمها دي فوسفوريليشن. دي دائما كلمة دي يعني نزع. دي فوسفوريليشن دائما الإنزيم المسؤول عن الدي فوسفوريليشن ينتهي بالمقطع فوسفاتيز. إذك احفظوها هاي. في فوسفوريليشن كاينيز، في دي فوسفوريليشن فوسفاتيز. فاسم الإنزيم كثير سهل. فركتوز 1,6 بس فوسفاتيز. And this reaction is an important regulatory site of gluconeogenesis. مثل ما كانت تحول الفركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1,6 بس فوسفات very important in glycolysis. عكس هاي الخطوة very important in gluconeogenesis. اوكي فهاي الخطوة regulated by energy levels. لما تكون نسبة ال AMP عالية داخل الخلية يعني الخلية فقيرة بالطاقة فقيرة بالطاقة عملية الجلوكونيوجينيسيس بتكون inhibited مثبطة. لكن high levels of ATP and low levels of AMP stimulate الجلوكونيوجينيسيس. اوكي لانه الجلوكونيوجينيسيس هو energy requiring pathway. remember في الجلايكوليسيس ال high levels of ATP inhibited الجلايكوليسيس. اوكي اذا high level of ATP inhibited الجلايكوليسيس and activate الجلوكونيوجينيسيس. inhibited الجلايكوليسيس and stimulate the gluconeogenesis والعكس صحيح. High level of AMP أو low level of ATP راح يعمل inhibited the gluconeogenesis and activated the glycolysis. منطقي. الجلايكوليسيس الهدف منها إنتاج الطاقة. إذا أصلاً already أنا عندي high level of ATP شو الداعي لعمل الجلايكوليسيس؟ أوكي؟ لكن لما تكون الخلية ما عندها طاقة منطقياً أنشط الجلايكوليسيس. الجلوكونيوجينيسيس هو باثوي نيد انرجي. اذا ما في انرجي الجلوكونيوجينيسيس كانت بي كومبليتد. الاذر ريجوليشن فاكتور اللي هو دي اللي بياثر على خطوه الديفوسفوريليشن اوف فركتوز 1,6 فوسفات بس فوسفات اللي هي ريجوليشن باي فركتوز 2,6 بس فوسفات. هذا المركب إذا متذكرين حكينا عنه في الجلايكولوسيس وكان يصنع من الفوسفوفركتوكاينيز 2. هذا المركب كان بيعمل اكتيفيشن للستيب 3 في الجلايكولوسيس. بمعنى آخر هذا المركب كان يعمل اكتيفيشن للجلايكولوسيس بغض النظر عن مستوى ال ATP داخل الخلية. هون يحدث العكس. الفركتوز 2,6 بس فوسفيت بيعمل inhibition
للجلوكونيوجينيسيس، وهذا منطقي لأنه مستحيل يصير جلايكوليسيس وجلوكونيوجينيسيس in the same time. فإذا كان الفركتوز 2-6 بسفوسفيت متوافر داخل الخلية بكمية كبيرة، هذا المركب بيعمل activation للجلايكوليسيس وبيعمل inhibition للجلوكونيوجينيسيس. لكن لما مستويات الجلوكاجون داخل الجسم بترتفع، اللي هو الفاستينج هرمون، هذا الهرمون لما يكون متوافر نسبة الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت داخل الخلية تنخفض. إذا الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت خلال الفاستينج بيريود بصير له انخفاض، لما تنخفض مستوياته ببلش يصير عندي اكتيفيشن للجلوكونيوجينيسيس، وبالتالي بنفس الوقت راح يصير انهبيشن للجلايكوليسيس. إذا ركزوا، الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت إذا كان موجود داخل الخلية راح يعمل انهبيشن للجلوكونيوجينيسيس بغض النظر عن توافر الـ ATP أو عدم توافرها، لأن وجوده مرتبط بالفاستينج هرمون. أوكي؟ الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت نفسه اللي حكينا عنه في الجلايكوليسيس، انهبيشن للجلوكونيوجينيسيس واكتيفيشن للجلايكوليسيس. أوكي؟ بعد ما حصلنا على الفركتوز 6 فوسفيت، في عندي خطوة الايزومرايزيشن اللي هي تحويل الفركتوز 6 فوسفيت ل عفوا الفركتوز 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت. خطوة الايزومرايزيشن احنا بنتجاوزها لانها من ضمن الريفرسبل ستيب. نحكي عن الخطوة الأخيرة اللي هي تحول الجلوكوز 6 فوسفيت ل فري جلوكوز. هاي الخطوة الإنزيم المسؤول عنها اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، هاي الخطوة خطوة دي فوسفوريليشن، هاي الخطوة باي باسز ذا irreversible هيكسوكاينيز رياكشن، باي باسز الستيب نمبر 1 اللي هي تحول اللي في الجلايكوليسيس اللي هي تحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. هاي الخطوة عكسها، انا هون بحول الجلوكوز 6 فوسفات ل فري جلوكوز. اسم الإنزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز. هذه الخطوة الأخيرة تحدث في الإندوبلازميك ريتيكيولم. أوكي، آخر خطوة تحدث في الإندوبلازميك ريتيكيولم، وهذه الخطوة تحدث بشكل رئيسي في الليفر وفي الكدني. ليش؟ لأنه الليفر والكدني are the only organs that release free glucose from glucose 6 phosphate. أوكي، This process actually requires two proteins. تحتاج glucose 6 phosphate translocase و ER enzyme glucose 6 phosphatase. أنا اللي بهمني تعرفوا إنه هاي الستيب بتحتاج إنزيم اسمه glucose 6 phosphatase. هذا الإنزيم موجود في الإندوبلازميك ريتيكولم، وهذا الإنزيم mainly موجود في الليفر وفي الكدني. أوكي؟ طبعا عندنا specific transporters are responsible for releasing free glucose and phosphate back into the cytosol and the glucose go to the blood. ومش كل التيشوز في عندها specific transporters هذولا. اوكي، فانا بدي ناقل خاصة يطلعوا يطلعوا الجلوكوز من داخل الخلية. اوكي، شو الهدف او شو فوائد الجلوكونيوجينيسيس؟ What the advantages of gluconeogenesis؟ Gluconeogenesis meets the requirement of glucose in the body when carbohydrates are not available in sufficient amount. Two, regulate the blood glucose level انه تمنع حدوث الهايبوغلايسيميا. Number three, source of energy for nervous tissue and erythrocyte. وهذا حكينا انه انا في عندي tissues can't live without glucose like brain and RBCs. Number four, maintains level of intermediate the Krebs cycle. لانه زي ما شفنا عملية الجلوكونيوجينيسيس أول خطوة فيها كانت إنتاج الأوكسالوأسيتات، بدون الأوكسالوأسيتات كريبس سايكل تتوقف. Number 5 clear the product of metabolism of other tissues like muscle. Number 5 المقصود فيها اللاكتيت اللي تكون من الاكسرسايزنج مسل بيقدر يصير له كليرنس ويخرج من الليفر عن طريق تحوله ل بايروفيت، وفيما بعد البايروفيت ممكن تحول لجلوكوز. فأنا بضمن إنه ما يصير accumulation لللاكتات في البلد وبيعمل لي lactic acidosis. Okay. Number 4 regulation of gluconeogenesis. The moment to moment regulation of gluconeogenesis is determined primarily by circulating level of glucagon. Number 2 availability of gluconeogenic substrate.
أنا عندي regulation from moment to moment، لحظة بلحظة تاو، هذا يعتمد على الجلوكاجون. الجلوكاجون هو هرمون الجوع، كل ما كانت نسبة الجلوكاجون أعلى يعني عملية الجلوكونيوجينيسيس راح تحدث بشكل أكبر، لأنه أنا بكون بالفاستنج. أوكي، number two availability of glucuronogenic substrate، أنا بصنع من البايروفيت وبصنع من اللاكتيت وبصنع من الجليسرول وبصنع من الألفا كيتو أسيت، إذا البريكيرسرز مش موجودة كيف أنا راح أصنع الجلوكوز؟ فكل ما كان عندي توافر للبريكيرسرز أكثر أنا بقدر أدخل بالجلوكونيوجينيسيس بشكل أسهل. من العوامل اللي بتأثر الجلوكوجون والسبستريت افيلابيليتي و الأسيتيل كو اي، مثل ما شفنا نسبة أسيتيل كو اي عالية معناته جلوكونيوجينيسيس راح يكون نشط أكثر، لأنه بحتاج لأوكزالو أسيتات أكثر، بنتج أوكزالو أسيتات أكثر. هاي خطوة الدي فوسفوريليشن، مثل ما شفنا إنه هاي الخطوة يتم نزع فوسفات الجروب عن طريق فركتوز 1,6 بس فوسفات، وشوفوا إنه لاحظوا انخفاض مستويات الطاقة، والفركتوز 2,6 بس فوسفات بيعملوا انهبيشن لهاي الخطوة. كثير مهم تتذكروا مين اللي بيعمل activation أو inhibition للخطوات المفتاحية. الخطوة الأخيرة جلوكوز ينتج من الجلوكوز 6 فوسفات عن طريق الجلوكوز 6 فوسفاتيز. هيك احنا بنكون كملنا موضوع الجلوكو انيو جينيسيس، وأعطيكم العافية.